موضوعنا اليوم في حكاية جزائرية تكريم الأم. ما تتخيلش حياتك بلا يماك وحايب تكرمها. بينك وبين يماك حكاية وحكايات وحايب تكرمها. ضحيت بزاف حاجات غير باش تقعد مع يماك وحبيت تعبر لها على حبك ليها. إذا عندك ما تحكي في الموضوع أبعث لنا SMS على الرقم 05 60 11 56 94، فيه الاسم اللقب وموضوع الحلقة، ولا على صفحة الفيسبوك لقناة شروق بلوس.